بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من جامعه الصحيح: باب ظلم دون ظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. مراد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر، مثل ما سبق أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، مثل الشرك: شرك أكبر وشرك أصغر. والواجب على طالب العلم أن يعرف هذا ويميز بين ما هو أكبر وما هو أصغر، لأن بعض الناس يعمم فيحكم على الناس بحكم خاطئ ولا يفصل، فقد يأخذ الأكبر في كل شيء وقد يأخذ الأصغر في كل شيء. الواجب أن يفصل في هذا، لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية، فلا بد من التفصيل. فلذلك عني العلماء رحمهم الله كالإمام البخاري وغيره في بيان هذه الأمور، أجل أن الناس يعرفون هذه الأشياء وينزلونها على منازلها. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. وهو ثلاثة أقسام: ظلم الشرك على أشد أنواع الظلم، وهذا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وهو ظلم أكبر يخرج من الملة، هذا النوع الأول. قال الله جل وعلا في قصة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني: ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، فإنه إذا عصى الله فقد وضع نفسه في غير موضعها وعرضها للعذاب والعقوبة، وكان الواجب عليه أن يكرم نفسه وأن يزكيها بالطاعة ويحميها من المعاصي وما يضرها، هذا هو الواجب عليه، فإذا أهملها فقد ظلمها، ظلم نفسه. والنوع الثالث: ظلم الناس، تعدي عليهم بدمائهم وأموالهم وأعراضهم، على ظلم الناس. فالنوع الأول وهو ظلم الشرك لا يغفره الله، والنوع الثاني وهو ظلم النفس فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. والنوع الثالث وهو ظلم العباد، هذا لا يترك الله منه شيئا، لأنه لا يسقط حق المخلوق حتى يسمح عنه، فلا يترك منه شيء ما دام
المظلومون يطالبون بحقوقهم فلا بد من أدائها، ولا يعفو الله عنها حتى يعفو عنها صاحبها الذي ظلم. هذه أنواع الظلم، والظلم نوعان: ظلم أكبر يخرج من الملة وهو الشرك، الشرك الأكبر يخرج من الملة، والنوع الثاني ظلم أصغر وهو ظلم العبد لنفسه، هذا لا يخرج من الملة لكنه محرم. نعم. أو ظلم الناس أيضا، هذا لا يخرج من الملة وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة. نعم. فظلم العبد لنفسه وظلم الناس يدخل تحت الظلم الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فإذن يكونون كلهم قد لبسوا إيمانهم بظلم، لأنهم لا يسلمون من المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المراد بالآية، وأنه ليس المراد ظلم المعاصي، وإنما المراد ظلم الشرك، ظلم الشرك. وتلا عليهم قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم في الآية ظلم الشرك لا ظلم المعاصي، فزال الإشكال والحمد لله. نعم. أدل على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم الشرك وظلم المعاصي. ظلم الشرك الأكبر يخرج من الملة، وظلم المعاصي لا يخرج من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. نعم. كذلك النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر يخرج من الملة، ونفاق أصغر لا يخرج من الملة. النفاق الأكبر يسمى النفاق الاعتقادي، النفاق الأصغر يسمى النفاق العملي. بينهما فرق: النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، أما النفاق الأصغر فقد يحصل من المؤمن، قد يحصل من المؤمن ولا يخرجه من الدين، يجب معرفة هذا. نعم. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق، الآية معناها العلامة، أي علامة المنافق التي يعرف بها ثلاث، وهذا المراد به النفاق الأصغر، نفاق العمل. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف،
وإذا اؤتمن خان. فهذه الأمور من صفات المنافقين، إذا اتصف بها أحد ففيه صفة من صفات المنافقين، لكنه لا يخرج من الإسلام، لأن هذا نفاق عملي وليس اعتقادي. النفاق الاعتقادي أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو يبطن الإيمان، هو مؤمن لكن يصدر منه صفات من صفات المنافقين، هذا عملي وهو نفاق أصغر. لكن إذا كثرت فيه صفات المنافقين صار منافقا خالصا، وإذا وجدت فيه خصلة صارت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها كما في الحديث. نعم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش. من الحديث أن النفاق يعرف بعلامات، يعرف بعلامات، إحنا ما نعلم ما في القلوب، لكن العلامات الظاهرة نحكم بها. فالذي يستعمل الكذب إذا تحدث وأخبر عن شيء يكذب يعرف بالكذب، هذه من علامات النفاق، لأن المؤمن يكون صادقا. وإذا وعد أخلف، إذا وعد وعدا لأحد قال أنا أعطيك كذا، أنا آتيك يوم كذا وكذا، ثم يغره ما يفي بالوعد، هذه من صفات المنافقين، عدم الوفاء بالوعد. أما الوفاء بالوعد فهو من صفات المؤمنين، وعدم الوفاء بالوعد هذا من صفات المنافقين. وإذا تؤمن على شيء، تؤمن على مال أو على سر من الأسرار، فإنه يخون في الأمان. الواجب حفظ الأمانة وأداء الأمانة إلى صاحبها، فالذي يخون في الأمانة هذا من صفات المنافقين. بيّن صلى الله عليه وسلم ذلك ليحذرها الناس ويتركوها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. الحديث الأول فيه أن آية المنافق ثلاث، وهذا فيه أن آية المنافق أربع، فكيف كان ذلك؟ قالوا ما في معنى، أن العدد مفهوم، العدد لا مفهوم له، يمكن أن يكون هناك صفات غير الصفات المذكورة تضاف إلى ما سبق، تضاف إلى ما سبق ولا تنافي بينها، والعدد لا مفهوم له، ما هم معناه أن معنى غيرها الثلاث، بل هناك خصال أخرى من صفات المنافقين تضاف إليها، كل ما جاء في الأحاديث يضاف ويجمع ومجموعه يكون هو صفات المنافق. نعم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، هذه سبقت. زاد إذا خاصم فجر، إذا خاصم عند القاضي فجر في خصومته وكذب وأخذ مال أخيه بغير حق، حلف يمينا أو أقام شهود زور لأجل أن يكسب القضية، هذه من علامات المنافقين.
المؤمن يكون صادقا في الخصومة له أو عليه، يكون صادقا في الخصومة له أو عليه، ولا يصير همه أنه يكسب القضية، همه أنه يصل إلى الحق، هذا همه أنه يصل إلى الحق له أو عليه، هذا هو المؤمن. أما المنافق فيريد دائما الحق له ولو بالباطل، يزور يكذب في اليمين، هذه من صفات المنافقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. نعم، الإيمان كما أن الكفر يتفاوت والشرك يتفاوت والظلم يتفاوت والنفاق يتفاوت، كذلك الإيمان يتفاوت. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان له خصال كثيرة، شعب كثيرة، 64 أو 70 شعبة أو أكثر، كل الطاعات هي من الإيمان، من خصال الإيمان. وقد ألف الإمام البيهقي كتابا حافلا اسمه شعب الإيمان، ذكر فيه شعب الإيمان الواردة في الحديث، 64 أو 70، وكل الأعمال الصالحة من الإيمان. من الناس من يستكملها، ومنهم من يأخذ بعضها، ومنهم من يتوسط. الناس ليسوا واحد في الإيمان، ليسوا سواء في الإيمان كما تقوله المرجئة، إنما الناس يتفاوتون في الإيمان، بعضهم أقوى إيمانا من البعض الآخر، وأكثر عملا صالحا من البعض الآخر. الشاهد من هذا أن الإيمان أيضا يتفاوت، مثل ما يتفاوت الكفر والشرك والنفاق. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، دل على أن قيام ليلة القدر أنه من الإيمان. قيام ليلة القدر عمل صالح ولا لا؟ فهو من الإيمان، من خصال الإيمان. الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الذي معنا: من يقم أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثالث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على أن الصيام، وعلى أن قيام رمضان، وعلى أن قيام ليلة القدر، كل ذلك من الإيمان، من خصال الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله إيمانا واحتسابا، إيمانا إيمانا بثواب الله عز وجل، إيمانا يعني اعتقادا، ما هو يقوم هريا ولا ما يقوم هريا أو سمعة، إنما يقومها إيمان خالص من قلبه، واحتسابا للأجر الذي فيها، يطلب الأجر الذي فيها. فمن قام إيمانا واحتسابا حصل على المطلوب، فدل على أن الإيمان له شعب وله أعمال كثيرة. نعم، وليس هو شيئا واحدا كما تقوله المرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. كذلك الجهاد من الإيمان، لأن الجهاد عمل، طاعة لله عز وجل،
فهو من الإيمان. كل الطاعات كلها من الإيمان. لكن الشيخ أو المؤلف رحمه الله يريد حسب ما جاء في الأدلة، يريد أن يريد الأدلة على كل شيء باسمه، وإلا كل الطاعات والعبادات كلها من الإيمان. نعم. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم، هذا الحديث فيه أن الجهاد من صفات أو من خصال الإيمان أو من شعب الإيمان، والمراد بالجهاد هنا جهاد الكفار، جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار وقتالهم لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا من أعظم خصال الإيمان. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني اشترط في الجهاد أن يكون قصد المجاهد وجه الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أنه يأخذ ما حصل له من الغنيمة يستعين بها على طاعة الله، الغنيمة حلال وهي ما يؤخذ أو يستولى عليه من أموال الكفار في الجهاد، هذا حلال للمسلمين، فالمسلم يحصل على الأجر وعلى الغنيمة، يحصل على الأجر وعلى الغنيمة، وإذا لم يحصل على غنيمة له الأجر عند الله، وإذا استشهد في سبيل الله فهذا أعظم ثوابا، الشهداء كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالشهادة في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولو سلم الإنسان ولم يستشهد فهو على أجر، يحصل على أجر الجهاد ويحصل على الغنيمة أيضا أباحها الله له، فالمجاهد لا يفلس أبدا، إما أجر وغنيمة وإما أجر وإما شهادة، لا يفلس المجاهد في سبيل الله. والمراد بالجهاد هنا الجهاد الشرعي الذي يقوم على راية الإسلام، يكون تحت راية ولي الأمر ولأمر المسلمين، هذا هو الجهاد تحت راية ولي أمر المسلمين، الذي يقيم الجهاد من هو؟ هو ولي الأمر، من صلاحياته، هم كل واحد يأخذ السلاح ويقول أنا بجاهد ويقتل من وليه، يقتل أهل الذمة ويقتل المستأمنين ويقتل كل من وجد، هذا ما هو جهاد، هذه خيانة، هذه خيانة وسفك دماء، يفجر هذه خيانة ويهلك ناس ما لهم ذنب ويخرب الأموال، هذا جهاد في سبيل الله، هذا إفساد، هذا إفساد في الأرض. أما الجهاد فهو ما يكون براية يعقدها ولي الأمر ويستنفر المجاهدين، يجهزهم ويقودهم أو يوكل من يقودهم نيابة عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى
أنه يقتل في سبيل الله عدة مرات لما للشهيد من الأجر العظيم، يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله. ولولا مشاغله صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين وقضايا المسلمين ما تخلف عن سرية، ما تخلف عن سرية، ولقاد جميع السرايا والجيوش بنفسه عليه الصلاة والسلام لما للجهاد من الفضل العظيم. هذا يدل على فضل الجهاد، الجهاد الجهاد ما هو القتال أي قتال أو سفك دماء، لا، الجهاد وله بالتخريب وله بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل المستأمن، قتل الذمي، قتل المعاهد، هذا حرام. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من 70 سنة، مسيرة 70 سنة، هذا وعيد شديد. ينبغي أن يعرف ما هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله وقاده بنفسه، أو وكل من يقود المسلمين أو السرايا والجيوش، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما الفوضى، كل يقاتل وكل يحمل سلاح، أو تكون عصابات جماعات وكل واحدة تقاتل الأخرى، هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا إفساد في الأرض. أو يقتل من حرم الله قتله من الكفار، هذا ليس جهادا في سبيل الله. هم كل كافر يقتل، كافر هناك كافر معصوم الدم، معصوم الدم بالعهد بالذمة بالاستئمان أخذ الأمان، مناديب الكفار ورسل الكفار يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معهم ولا يقتلهم، بل يتركهم يذهبون إلى دولهم وإلى جماعاتهم حتى يرجعوا يأمنهم ما داموا في بلاد المسلمين. ينبغي معرفة هذه الأمور، لأن هذا الزمان يلتبس فيه الحق بالباطل، وفهمون كل قتل فهو جهاد، قتل الكافر مهما كان هذا الجهاد، هذا غلط. الجهاد له ضوابط وشروط وأحكام مدونة في كتب الحديث وفي كتب السنة وفي كتب الفقه، مدونة ومبينة. يعني نلغيها كلها ونقول بس احمل السلاح ولا عليك اقتل من وليت، هذه فوضى، ليس هذا هو الجهاد. وهذا يضر المسلمين ويضر الإسلام أكثر مما ينفع إن كان فيه نفع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. نعم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، فدل على أن قيام رمضان صلاة التراويح والتهجد أنه من الإيمان. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني كل رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه كلها أعمال، صيام، قيام رمضان كله أو قيام ليلة القدر، كل هذا يدل على أن الإيمان يتكون من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة من خصال الإيمان، وهي داخلة في الإيمان، كل ما أكثر الإنسان منها قوي إيمانه، زاد يقينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قيام ليلة القدر، ليلة القدر غير معينة، يحتمل كل ليلة من رمضان، كل ليلة من رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر، لأن الله لم يبينها في ليلة معينة. فمن قام جميع الشهر فلا شك أنه مرت به ليلة القدر، يضمن أنه مرت به ليلة القدر، لأنه قام كل ليالي الشهر، وهي فيها، هي في ليالي الشهر. أما من قام بعض الشهر فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، قد تكون في الأيام أو في الليالي التي لم يقمها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في العشر الأوسط، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر، فصار يعتكف في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، ويقوم العشر الأواخر أكثر من غيرها من الشهر طلبا لليلة القدر. هذا من باب تحري فقط، أما الجزم فلا يجزم أنها ليلة معينة، وذلك والله أعلم لأجل أن يقوم المسلم كل ليالي رمضان، فيحصل على الأمرين، انتبهوا، يحصل على الأمرين، إذا قام كل ليالي رمضان حصل على قيام رمضان وحصل على قيام ليلة القدر. هذا فيه الترغيب في قيام رمضان كله، فيحصل على الوعدين الكريمين، قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعم. قال: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. نعم. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن يجتمع في رمضان فضائل عظيمة: قيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، صيام رمضان إيمانا واحتسابا، هذه كلها في شهر رمضان، هذا يدل على عظمة هذا الشهر وكثير خيراته. نسأل الله توفيق العمل الصالح، وأن ينفعنا بهذا الشهر العظيم، يبلغنا إياه ويعيننا على العمل الصالح فيه، وأن يتقبل منا ومنكم. نعم، يكفي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: عرض علينا أحد البنوك أن يعطينا سلعة وهي من الأرز أو غيره من السلع، بأن نأخذ منه كمية من الأرز بمبلغ، ثم نرد هذا المبلغ على كل شهر في خلال عام أو أكثر، والزيادة عن كل عام 4.7 من قيمة هذه السلعة. وبالفعل أردنا أن نرى هذه السلعة، فقالوا: لو أردتم أن تأخذوها فلكم ذلك، وإن أردتم أن نبيعها لكم فعلنا. فهل هذا يعد بيعا بالتقسيط كما بينوا لنا، أم أن هذا الأمر فيه ربا؟ هذا ليس فيه ربا، إذا كان عندهم السلعة مملوكة لهم، عندهم، اشتريتموها بثمن مؤجل على قسط أو على أقساط أكثر من الثمن الحال، لا بأس، هذا بيع وشراء، حل الله البيع حرم الربا، هذا بيع. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، زيادة الثمن من أجل التأجيل لا مانع منها، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه إذا كانت السلع موجودة عندهم، اشتريتموها، قبضتموها ونقلتموها من مكانهم، بعتموها في مكان آخر، استفدتم من ثمنها، ثم إذا حل الأجل تسددون للبنك
لا بأس بذلك، هذه معاملة صحيحة وليست ربا. نعم. أسأل الله إليكم، هذا سائل يسأل عن صيام ما بعد نصف شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يصوم من أول شعبان يواصل صيامه، أما الذي ما بدأ يصوم إلا عقب النصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا إذا كان ما بدأ إلا بعد النصف. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل فيقول ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وقد يحبها الله وقد لا يحبها، وأما الإرادة الشرعية فالله يحبها ولكن لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل القدر يتغير؟ هل القدر يتغير؟ يا أخوان القدر هذا من شأن الله، ما ندخل فيه، هذا من الأسرار الإلهية لا ندخل فيه، نؤمن به، يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر ولا ندخل فيه ونتساءل، ما تصل إلى نتيجة، لأن هذا سر، هذا سر من أسرار الله عز وجل وهو من شأن الله، أنت ما عليك إلا الإيمان بالقضاء والقدر والعمل الصالح والتوبة من الذنوب، هذا اللي عليك، أما أنك تساءل عن القدر وش كذا وش كذا وش، هذا ما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول ما موقف المسلم من الفتاوى المعاصرة؟ يأخذ الصحيح الموافق للكتاب والسنة ويترك الخطأ، هذا موقف المسلم من الفتاوى، فإن كان عنده علم يميز يأخذ الصحيح، وإن كان ما عنده علم ولا يميز بين الخطأ والصواب يسأل أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل من العقوق أن أرفض توصيل والدتي إلى الزواج مع العلم بأن هذا الزواج يوجد به موسيقى وأغاني؟ لا، هذا من النصيحة لها، أنك ما تعينها على المعصية، تقول لا يا والدتي هذا ما يصلح ولا وديس له، لأن هذا فيه معاصي ومنكرات عليك ضرر منه وأنا لا أرضى لك بالضرر، فيبين لها هذا، أما أن يقول ما أنا برايحين بس فقط تغضب عليه، لكن إذا بين له وشرح له هذا أطيب لخاطرها وأقنع لها. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول ما معنى الإلحاد في الحرم؟ هل هو نية الإيذاء بالحرم وأهله أم نية العصيان وهو في مكة بأي معصية كانت؟ كلاهما، العصيان الإلحاد في الحرم هو المعصية في الحرم، سواء بالمعاصي المتعلقة بالشخص أو المعاصي المتعلقة بالآخرين كظلمهم وأخذ أموالهم ومضايقتهم وما أشبه ذلك، كل معصية في الحرم فهي من الإلحاد، والإلحاد في اللغة هو الميل، هو الميل عن الشيء، وفي الشرع الإلحاد هو الميل عن طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل عن حكم استعمال حبوب المنع أي منع الحيض في رمضان لتتمكن المرأة من الصيام. الأحسن لها أن لا تستعملها وأن تترك الأمور على ما هي عليه، لأن هذه الحبوب تضر بصحتها، فالأولى أن تتركها وأن تفطر في أيام الحيض، تترك الأمور على طبيعتها أحسن، فإن كانت أصرت إلا تأخذها لأجل تصوم فلتستشر طبيبا في نوع الحبوب، لا تأخذ أي حبوب، تستشر الطبيب على الحبوب المناسبة التي لا تسبب لها آثارا سيئة في صحتها. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول عن طريق الشبكة العالمية العنكبوتية هل الله عز وجل يخلق اختيار العبد بما يقول هذا السائل هل الله عز وجل يخلق اختيار العبد بما أن أفعال العبد مخلوقة والاختيار فعل من أفعال العبد؟ بلا شك الله خلقكم وما تعملون، فالله يخلق العبد نفسه ويخلق إرادته ويخلق أفعاله، الله خالق كل شيء
هو على كل شيء وكيل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك عبارة تتردد كثيرا وهي قولهم: الله ما رأيناه ولكن بالعقل عرفناه. نعم، هذا في الدنيا، الله ما رأيناه ولا أحد يراه في الدنيا. حتى موسى عليه السلام كليم الله لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، أن أحدا لا يرى الله في الدنيا، ما يستطيع البشر أن يروا الله في الدنيا، ما عندهم استطاعة ولا مقدرة ولا قوة. الجبل لما تجلى الله له اندك وصار ترابا، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، كيف الإنسان؟ فالدنيا ما يمكن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ما رأى الله على الصحيح، ما رأى الله بعينه، وإنما رآه بقلبه وبصيرته. أما في الجنة فالمؤمنون يرون ربهم كما تواترت بذلك الآيات والأحاديث، المؤمنون. أما الكفار فلا يرون الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حرمهم الله عز وجل، لأنهم لما لم يؤمنوا به في الدنيا حرمهم من رؤيته في الآخرة. نعم. بالعقل عرفناه. ها؟ بالعقل عرفناه. إيه نعم، بأدلة العقل. نعم، بأدلة العقل. إذا نظرت في الكون، نظرت في خلق السماوات والأرض والنجوم والسحاب والرياح والبحار والأشجار، ألا يدلك هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان به؟ بلى. الأدلة على نوعين: أدلة كونية مرئية بالبصر، وأدلة قرآنية وحي من الله عز وجل، كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله ورعاكم عن بعض كبائر الذنوب أن الذي يقترفها أن هذا موجب لدخوله النار، فهل الأولى أن يقال في حق فاعل الكبيرة أنه يستحق دخول النار أفضل من أن يقال أوجب ذلك له دخول النار؟ كله سواء، يستحق أو أوجب كله سواء، لكن إذا كانت المعصية دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن هذه الآية نفسها: هل الشرك الأصغر مثل الرياء في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ نعم، الشرك الأصغر مثل الرياء. الرياء من أنواع، الرياء من أنواع الشرك الأصغر، وهو يحبط العمل الذي وقع فيه. العمل الذي فيه رياء هذا لا يقبله الله، عمل باطل، لكنه لا يخرج من الدين، وأعماله الأخرى ما تبطل، إنما يبطل العمل الذي وقع فيه الرياء خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: انتشر بين كثير من العالم أن الساعة ستقوم في عام 12 و2000، ويقول الغرب حسب ما يدعون أن هذا كان على دراسات للطبيعة. هذول ما لهم شغل، هذول ما لهم شغل، تركوا العلم النافع الذي لهم فيه مصلحة وخير، وصاروا يشتغلون بالحدس والتخمين والظنون. الساعة لا يمكن معرفة وقت قيامها أبدا، لأن الله جل وعلا اختص بعلم ذلك، هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، ولم يبين هذا لملائكته ولا لرسله ولا لأحد من الخلق. ولذلك جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل، أنا وأنت لا نعرف متى تقوم الساعة، وليس لنا مصلحة في معرفة وقت قيام الساعة، إنما مصلحتنا في العمل الصالح والاستعداد لها، هذا هو مصلحتنا، أما وقت قيامها